صبحكم الله بالخير وتحية لكل أهل دولة الإمارات العربية المتحدة. والآن مع حالة الطقس ليوم الأربعاء 9 سبتمبر. بالأمس تكونت سحب ركامية على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة واستمرت حتى الساعات الأولى من الليل. وبالنسبة للطقس الحالي كما تشير صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة لصباح هذا اليوم إلى تواجد بعض السحب على بحر الخليج العربي أمام سواحل الدولة الشمالية. وإطلالة على درجات الحرارة الحالية والمسجلة في حدود الساعة 10:30، أقل درجة حرارة صغرى مسجلة في جبل جس 23.7 درجة مئوية، وأعلى درجة مسجلة في عجمان 38.9 درجة مئوية، بينما كانت بالأمس العظمى في سيح السلم وبلغت 43.4 درجة مئوية في حدود الساعة 2:15 ظهرا. وننتقل الآن للطقس المتوقع. كما نلاحظ من الخارطة السطحية المحللة لصباح هذا اليوم تأثر الدولة بأنظمة ضغطية ضعيفة مع وجود منخفض جوي جنوب غرب الدولة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شرقية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، وتبقى درجات الحرارة في مثل معدلات يوم أمس. ويكون الطقس بإذن الله مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة قد يتخللها سقوط بعض الأمطار. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، الساحلية في أواخر الثلاثينيات والداخلية في أوائل الأربعينيات، بينما في الجبلية في أواخر العشرينيات. وبالنسبة لحالة البحر في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين، يصل إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 يصل إلى 5 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 12:00 ظهرا، والجزر بيكون الساعة 24:00 عصرا. أما في بحر عمان بيكون خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين، يصل إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 يصل إلى 5 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 7:44 صباحا، والجزر بيكون الساعة 1:44 ظهرا. ونفيد الصيادين ومرتادي البحر أن البحر مناسب لجميع الأنشطة البحرية. بالنسبة مشاهدينا لأوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي، الغروب عند الساعة 6:33 مساء، والشروق صباح الغد عند الساعة 6:07 صباحا. أما أوقات ظهور واختفاء القمر، الاختفاء عند الساعة 4:00 ظهرا، والظهور عند الساعة 3:31 بعد منتصف الليل. نترككم مشاهدينا الآن مع حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ونهاركم سعيد.